سهر الصايغ من الفنانات الشابات اللي حققوا نجاح كبير في الفترة اللي فاتت، وشاركت في السنة اللي فاتت في عدد كبير من المسلسلات. كان لوشوشة لقاء حصري معاها، وبتكلمنا عن أعمالها اللي فاتت وكمان أعمالها اللي جاية. احنا في فترة لسه إعداد وقراية، ولسه يعني أعتقد في ناس كتير لسه ما استقرتش، وأنا من ضمنهم يعني. وكلمتنا عن حال السينما في مصر. والله أنا شايفة الحمد لله إنه السينما بالذات كمان في ازدهار، بدليل الأعمال اللي قدمت السنة دي والسنة اللي قبلها واللي قبلها، بعد ما كانت شهدت شوية يعني مش عايزة أقول هبوط يعني، بس شوية ضعف كده شوية، بس الحمد لله بدأ يبقى فيه أعمال روائية وأعمال حلوة كتير، وبدأ يبقى فيه نجاح جماهيري أكتر، وأعتقد كذلك الدراما يعني. والأفلام اللي نالت إعجابها في الفترة اللي فاتت. بص، وأنا بصراحة آخر حاجة اتفرجت عليها سوق الجمعة عشان كنت فيه وده أكتر حاجة نالت إعجابي. وكلمتنا عن فيلمها الأخير سوق الجمعة. يعني هو بص، انا مش بحب شويه كلمه اتظلم او كان في عليه حرب او كده، هي في الاخر اراده ربنا سبحانه وتعالى، وانا حقيقي اللي بيهمني انه المنتج يكون كويس، ده اهم شيء، لانه ده اكم من افلام قبل كده زمان في تاريخ السينما اتعملت وما نجحتش جماهيريا، ولكن بعد كده عملت نجاح كبير جدا لانه المنتج نفسه بيبقى قيم. سهر فاجئتنا باغرب دور نفسها تعمله. عايز اعمل دور واحده خرصه. شو ما اتكلمش خالص.